خبر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء فيدريكا جوادي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، والتي ورافقها وفد اقتصادي إيطالي كبير يضم 46 من ممثلي كبرى الشركات الإيطالية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أشاد خلال اللقاء الثنائي بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة. ونقلت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تحيات رئيس الوزراء الإيطالي إلى الرئيس، مؤكدة على أن مصر تعد من أهم شركاء إيطاليا في الشرق الأوسط. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي عقد عقب ذلك لقاء موسعا مع الوفد الاقتصادي الإيطالي، وذلك بحضور المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واستعرض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، وأشار إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر، بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، تتضمن بناء 3 مدن جديدة وعددا من الموانئ والمناطق الصناعية، منوها إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطلع مصر لمساهمة الشركة الإيطالية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.